قول وعمل. المراد بالقول قول القلب الذي هو علمه واعتقاده، علمه واعتقاده، وقول اللسان ما لا يؤدى إلا باللسان. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. فقول القلب وقول اللسان. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وعمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب قصده ونيته ورغبته ورهبته وخوفه ورجاءه وحبه وبغضه وهمته في الخير وفي ترك الشر. قول اللسان ما لا يؤدى إلا باللسان، وعمل الجوارح وعمل القلب. عرفت؟ نعم. فقول القلب علمه واعتقاده، وقول اللسان قوله بما لا يؤدى إلا بالقول كالشهادة وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد باللسان. وعمل القلب حبه وبغضه ونيته وقصده ورجاؤه وخوفه ورغبته ورهبته وهمته في تحري الخير يعني حركته سعيه، وهمته في البعد عن الشر وترك الشر والندم على المعاصي. وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا مذهب السلف قاطبة. لا القول يكفي ولا العمل وحده يكفي، ولا قول القلب وعمله وقصده يكفي، ولا عمل الجوارح يكفي، بل هما لا يتم أحدهما إلا بالآخر. فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. الذي يفرق بينهما مخالف للأدلة، مكابر، مكابر ومنحرف عن منهج السلف الصالح. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله وغيره: الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأقوال والأعمال. وعبارة السلف في هذا يقول: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كل جملة من كلامهم عندهم عليها أدلة. فالمرجئة عموما أخرجوا العمل المسمى الإيمان عموما، وعبروا عن الإيمان. أحد قال الإيمان هو المعرفة، وأحد قال الإيمان هو التصديق، وأحد قال هو التصديق والقول، وأحد قال هو القول فقط. فعموم المرجئة إخراج العمل مسمى الإيمان، يجعلونه كمالا في الإيمان أو شرطا في الإيمان، وهو جزء مسمى الإيمان، جزء مسمى الإيمان. الخوارج والمعتزلة جعلوا الإيمان هو التصديق وأنه لا يتجزأ لا ينقص يعني، قالوا انه بارتكاب الكبير يذهب كله. لكن اختلفوا في حكم فاعله في الحياه
فقالت الخوارج هو كافر مرتد، حلال الدم والمال. وقالت المعتزلة هو منزلة بين المنزلتين. واتفقت الطائفتان على خروجه من الإيمان وعلى خلوده في النار إذا مات على ذلك، واختلافهما في حكمه في الدنيا هل هو مسلم ولا كافر. فقالت الخوارج هو كافر إلا أن يتوب، كلهم يقولون إلا أن يتوب. وقالت المعتزلة هو بمنزلة لا هو مؤمن ولا هو كافر، واتفقتا على تخليده في النار. أما المرجئة فقالوا الإيمان هو هذا، قول أو معرفة أو قول وتصديق، أو التصديق وحده أو المعرفة وحدها، فجعلوا العمل غير داخل في مسمى الإيمان. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وكلا طرفي قصد الطريق ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فكلاهما منحرف. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله، قول اللسان وعمل الجوارح، وهو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وكل عباراته متدور على هذا في السنة. من قال إنه قول وعمل ونية فمراده صحيح، من قال إنه قول وعمل واتباع للسنة فمراده صحيح. وأنه يزيد ينقص هذا مذهب السنة والجماعة، يزيد باستكمال العلم كمال العلم، ويزيد بكمال الخشية والمراقبة، ويزيد بكمال العمل، يزيد بكمال القول، فأسباب زيادة كثيرة، وينقص بنقص ذلك أو بارتكاب ما ينقص ذلك، فهو يزيد وينقص. من أدلة الزيادة والنقصان التنزيل الكريم، يزيد الله الذين اهتدوا هدى وزادتهم إيمانا، تدعيهم آياته زادتهم إيمانا، ولو زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يقبل النقص يقبل الزيادة. قول الإمام يطعن 60 أو 70 شعبة يدل على أنه بكمالها يكمل وبنقصه ينقص، وبارتكاب ما ينافي أصل من أصوله يذهب. التعريف اللغوي له أثر على التعريف الاصطلاحي عند الطوائف. فإذا قالوا هو التصديق فقط، هم الذين يتردد قولهم في العمل، والذين فهموا المراد فهموا النصوص قالوا هو تصديق معه شيء، معه شيء، معه أمن. فالمصدق أمن المخبر على نفسه بالخبر أنه لا لم يضل، لن يضله ولن يغشه،
أمنة. وفيه معنى الأمن، الإيمان فيه معنى الأمن، ولهذا من آثاره الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولكن لهم الأمن وهم مهتدون. يصير المؤمن المصدق أمن المخبر على نفسه أن يضله، أن يكذبه ويضله ويغشه. وفيه إذعان وانقياد، استعداد للانقياد، استعداد للانقياد له. ولهذا جاء في التنزيل فآمن له لوط، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هذا يفيد أنه الإيمان زيادة على التصديق بثقة، بالثقة بالمخبر وبالاستعداد للانقياد له، امتثال ما يأمر به فعلا واجتناب ما ينهى عنه تركا، والرغبة في ما يرغب فيه والخوف مما يرهب منه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا يقول بعض أهل العلم أن الإيمان هو التصديق بالشيء عن اعتراف وإقرار به لأمنه المخبر، فالمخبر أمن المخبر على نفسه فصدقه واستعد لقبول خبره. وأنت الآن لو جاءك إنسان، الآن إنسان جاءك وقال لك إن سيارك عند الباب يبي يشيلها المرور، يسحبها المرور، واضح؟ إن كان المخبر طفل ما تأخذ خبره، واضح؟ ما تقبل خبره. إن كان المخبر يريد أن يستفزك ما تقبل خبره. إن كان المخبر هازل من طبيعة الهزل والنكت ما تقبل خبره. وإذا جاءك إنسان عاقل ويعرف هالأمور ذي وأخبرك راح تتأكد لا تشاهد سيارك ولا لا. صار الإيمان تصديق معه عمل، معه عمل قياد. يعني يصير المؤمن أو المخبر صدق المؤمن المخبر بخبره لثقته به، لثقته به، واستعد لمقتضى الخبر، يعني ما يترتب على الخبر من أثر استعد لذلك هو. ومن ذلك أنك تخرج أنت تدافع عن سيارك أو كذا. وإذا جاءك طفل أو مجنون أو غير ذلك ما يهمك. فدل على أن الإيمان مو مجرد التصديق، لا، التصديق معه شيء، معه أمن، معه ثقة، معه استعداد للانقياد والامتثال. واضح؟ طيب، فإذا نقول إن الإيمان عند المرجئة عموما هو التصديق أو المعرفة، بعضهم يقول القول، متفقون هم على إخراج العمل من مسمى الإيمان وعلى أنه لا يزيد ولا ينقص، إن الإيمان إن العمل لا يؤثر في العمل في الإيمان، العمل لا يؤثر في الإيمان حسنا ولا زيادة ولا ضعفا. الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة عندهم إن الإيمان هو العمل،
هذا أظهر شيء، وإن اختلفت العبارات. فالمرجع عندهم الإيمان هو التصديق، المعرفة، القول مع التصديق، لكن لا يكون بالعمل. هؤلاء ضدهم يقولون العمل، الإيمان هو العمل، ولا يقبلون التصديق وحده، يعني لأن التصديق كلام، فهم ينظرون لما ترتب عليه العمل. عندهم هو العمل، الإيمان هو العمل اللي هم الوعيدية، أنهم يغلبون جانب العمل. فهؤلاء المرجئة غلبوا جانب القلب، قلب اللي هو العلم، القول، الكلام. ولذلك هم الحين المرجئة المعاصرة يقولون العمل موافقة لأهل السنة، وهم يقصدون عمل القلب، هم يقصدون عمل القلب، يجعلون هذه شبه تقية، فيدورون هم على عمل القلب، الاستحلال، عدم الاستحلال، كذا، فيدورون هم على النقطة ذي. فهم مثل الأشاعرة لما قالوا إن القرآن كلام الله، إذا جاء التفصيل ولهم يقولون عبارة، حكاية، معنى قائم بالنفس، ما عندهم إن الله تكلم بحرف وصوت. فموافقوا المعتزلة ووافقوا أهل السنة، هذا وافقوا أهل السنة لفظا، وافقوا المعتزلة معنى، ولهذا يقال عنهم مخنثوا المعتزلة. حاول مرجئة العصر الآن يدورون على العمل، يقولون أن العمل إيمان قول وعمل، قول وقت اعتقاد وعمل، وقصدهم بالعمل عمل القلب. ولهذا ما يذكرون عملهم يخرج من الإيمان، وكل كلامهم أنه الاستحلال، الاستحلال هو اللي يخرج من الإيمان. ولذا لو يطوف أحدهم بصنم أو يسجد عند قبر ما يخرجون حتى يسألون ماذا يعتقد. جاءوا بفرية ما سبقوا إليها، يصيرون وافقوا المرجئة في المعنى والنتيجة، وافقوا أهل السنة في العبارة. واضح؟ هذا يعني ملحظ ينبغي التفطن حتى لا تغتر بهم إذا قالوا الإيمان قول وعمل، لا تغتر، تراهم يقصدون عمل القلب، ولهذا ما عندهم شيء يكفر، يكفر عندهم الاستحلال. أعظم أمور الدين الظاهرة العملية الصلاة، الصلاة ما تخرج منهم إلا عندهم، ترك الصلاة ما يخرج منه إلا إذا جحد فقط. كل ما عرضوا من النصوص يأولونه، اللي يطعنون فيه واللي يأولونه فسرونه. هذا مهم، يعني ينبغي التفطن له. كذا اللي يقولون تارك العمل مطلقا عمل الجوارح ايضا من هؤلاء، ايه هم نفس هم عندهم تارك العمل مطلقا لا يكفر، يعني يجعلون الاعمال التي جعلها الله كفر لا بد من الاستحلال، هذا مثل قول الجهمية، وتارك العمل مطلقا لا يكفر مثل ولاة المرجع. فهم جامعين بين هذا وهذا. طيب الشيخ اللي يقول ان المرجع يجعل هم الذين خالفوا في عمل القلب فقط، لا، المرجع منهم الغلاة ومنهم غير الغلاة، مرجعة الفقهاء، بس حتى مرجعة الفقهاء أثبتوا العمل، حتى مرجعة الفقهاء أثبتوا العمل، يعني يقولون بالعمل إنه واجب ومطلوب، لكنهم ينفون تأثيره على الإيمان.
هذا كله تجديد للمذهب الباطل، وما يدرون وهم ما عندهم شيء يتمسكون به. لو أنك تأملت كل ما يقولون وجدت عندهم أمرين: تعصب وشبهة. والأول تعصب لأحد من أهل الفضل أخطأ في العبارة والفهم، هذا تعصب يعني هوى. والشبهة أنهم استدلوا بأحاديث إخراج من في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى مثقال ذرة غيره. هذا ما هو دليل لهم ذا، هذا ما لهم دخل فيهم، هذا ما لهم دخل فيه، هذا حكم رب العالمين يخرج هذا النوع من الناس من النار، هذا رحمة منه. لكن ما يستدل بها، لأن هذا بالآخرة ما هو بالدنيا. هل في الدنيا الله قال من عنده مثقال ذرة من إيمان لا تقتلوه؟ وش قال؟ من أتى معنا عمل قوم لوط الحديث وشوفي اقتلوه ولا لا يقتل؟ ها؟ كيف؟ يقتل مؤمن بعمله يقتل. لكن ندري احنا ان مثاقيل الذر في القلوب، فجعل الله ان عامل الناس على مثاقيل الذر في قلوبهم؟ لا، جعلنا ان نعامل الناس على الاعمال الظاهره ناخذهم بها، انه من يبن لنا صفحه عنقه نكن فيه كتاب الله. طيب هذا ما عنده عمل ظاهر، نكن فيه كتاب الله، والله يتولى يوم القيامه. واضح؟ حديث لم يعملوا خيار قط جاءت في أناس معينين إما ما تيسر لهم العمل. المهم أنه هذا أمر آخر، إخراج من في قلبه مثقال الذرة من الإيمان وأدنى وأدنى وأدنى، هذا شيء يخص رب العالمين يوم القيامة. مثل ما إن الله يخلق أناسا يدخلهم الجنة للساعة التي فيها، خلقهم الله في الآخر وادخلهم وسكنهم المساكن الفاضية بالجنة. يمكن يستدلونهم بهذا على شيء؟ لا يمكن. هكذا مثاقيل الذر ما يمكن يستدل به على أحكام الإيمان في الدنيا، هذه من أحكام الآخرة، وهذا فعل رب العالمين لا يسأل لما. سيقول في النهاية لا يدخل الجنة إلا مؤمن. كيف؟ سيقول في النهاية لن يدخل الجنة إلا مؤمن. لن يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا الحكم العام. لكن في الآخرة الله عز وجل مثل ما أنه يدخل الجنة، يسكي يخلق خلق يدخله الجنة. هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، ما تبنى عليه أحكام في الدنيا، لأن مثاقيل الذر في القلوب لا يعلمها إلا الله، ولا تعلق بالأحكام. فليش إحنا ما إحنا مكلفين نعلق على هذه أحكام؟ إحنا مكلفين بالقول وبالعمل الظاهر بس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن أنكب قلوب أشكك قلوب عن قلوب العباد، ولا أنكب عن بطونهم. هذه شبهة، يعني في الواقع أنها شبهة لهم وقعوا فيها، واللي قاد إليها هو التعصب بس. وإذا كان الإنسان يقرر المذهب مسبقا ثم يتكلف في جمع الأدلة وتأويل النصوص لتدل بظاهرها على ما يريد، هذا هوى. الأصل أنه هو يسلم قيادة للنصوص ويأخذ دلالته، وفرق بين هذا وهذا. الواجب أن تسلم قيادك للنصوص وتحكم وتعمل بمقتضاها، لا أن تأجر النصوص لتؤيد رأيا مسبقا لك، مو صحيح. أحسن الله عليك. أيضا حديث مثقال ذرة
لم يتطرق إلى العمل، لأنه أصلا ما أتته هذا إلا بعمل ولو كان قليلا، فدل ما تطرق إلى العمل أصلا، ما لهم دليل أصلا فيه. عندك حديثان صحيحان، الأول الراعي اليهود العبد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر خيبر، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم نشبت الحرب فقاتل، فكان من أول من قتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حوراوين تلقمان قطفة من عنب وهو لم يسجد الله سجدة، هذا ما تمكن، آمن قبل الظهر وقتل قبل الظهر، آمن قبل الصلاة وقتل قبل الصلاة، لم يتمكن، ما عمل خيرا. الصلاة اللي هي أصل الدين ما صلى، ويكفيه أنه دخل في الجهاد قبل الصلاة، واضح؟ عنده عمل الظهر. الثاني المنافق الذي كان يقاتل مع المسلمين لا يترك شاذة ولا فاذة، المشركين اتبع يضربه بسيفه، قالوا ما أجزاء منا اليوم، ما أجزاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فتتبع، فأنت به الأمر والعياذ بالله، لأنه قتل نفسه، أصابته جراحة شديدة فجزع فقتل نفسه، وصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. هذا السياق، ما قال في النار، لأن العبد الذي يقال له مدعم قالوا شهيد، قال صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في شملة غلها من المغانم لم تصبها المقاسم، لكن هنا قال من أهل النار، والله أعلم أن العبارة تشير إلى أنه من أهل النار الذين هم أهلها، أنه منافق نفاقا اعتقاديا، وأنه يقاتل لغرض، الفرق بين من أهل النار وفي النار. هو شو أبرز حديث لهم يا شيخ، هو دائما يدل حوله حديث لم يعملوا خيرا قط، ولم يعملوا جاوب عليه ستة أجوبة، هذه أجوبة كثيرة. نعم أحسن الله إليك. العجيب أن بعضهم كان يدندن يقول في مسائل الخلاف ومسائل الإشكال نرجع لأهل العلم الكبار، الشيخ صالح الفوزان والشيخ فلان والشيخ فلان. لما جاءت هذه المسألة يا شيخ وتكلم فيها الشيخ فوزان وبينها والشيخ عبد العزيز الراجحي ومشايخنا الكبار، خطوا خط غير اللي كانوا يدندنون حوله ويسلكونه قبل، صفطوا العلماء على جنب ولا عاد. من أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خطير هذا، إنه يأخذ من أقوال أهل العلم ما يوافق هواه، هذا ما هو طالب حق، هذا طالب هوى، نصرة الهوى. نعم أحسن الله إليك. الآن الشيخ اللي يعني يقول يثبت يعني يقرر في اعتقاد في كتب في شروح دروس الاعتقاد أن الإمام قوله يقول أنه يزيد وينقص، ويقول بكفر أنواع الكفر متعلقة بالاعتقاد والعمل، لكن دائم ثم يأتي فجأة ويقول تارك أن العمل شرط كمال وأن ترك العمل مطلقا لا يكفر، هل هذا تعتبر جزئية لا تخرجه من السنة، ولا يعتبر هذا مناقض الكلام الأول فيقع في مثل ما وقع في المرجئة؟ يعني تجد بعضهم يرد على مرجئة الفقهاء ويرد على، ثم إذا جاء يقرر هذه المسألة إما تعصبا لأحد أهل العلم أو شيء قال لا هذا قول ثاني لأهل السنة وتارك عمل مطلقا لا يكفر كذا، هل هذه تعتبر جزئية لا تخرجه من السنة كما حصل ابن خزيمة في حديث الصورة وكذا، أم هذا يعتبر لا يناقض كلام أهل السنة في اعتقاده؟ هذا يعتبر تناقض منه، هو يعتبر تناقض، من ينبغي أن يحدد مذهبه في المسألة، أنه قال بالقول وقال بضده، يحدد على أي القول ينهو. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، يعني لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان،
واضح؟ الإيمان بلا عمل دعوة، والعمل بلا إيمان إيش؟ نفاق. نعم. لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب. يتفاضلون في العلم، في علم القلب والاعتقاد اليقين التصديق، وفي عمل القلب، وفي قول اللسان، وفي عمل الجوارح، يتفاضلون في كل هذا. نعم. أحسن الله يقول. قال رحمه الله، يريدون أنه يتفاضل، أنه ما يظهر منهم عمل ظاهر وعندهم عمل إيمان باطن. وين الدليل عليه؟ والله جعل الإيمان العمل الظاهر شاهدا للإيمان الباطن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. فالعمل هو شاهد الإيمان، هو الدال على صدق. والعمل إذا لم يكن منبنيا على إيمان فهو حظه الدنيا. نعم. أحسن الله. ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، يخرجون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب معصية. لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ليس على إطلاق هذا. الذنوب نوعان: ذنب ينافي أصل الإيمان كسب الله ورسوله والاستهزاء بالله ورسوله والسحر، فهذا يناقض الإيمان، ينافي أصل الإيمان. ومثل الجحود ما علم من الدين بالضرورة، هذا يناقض الإيمان. والثاني عمل لا يناقض الإيمان، ينقص الإيمان، وهو ارتكاب شيء من الكبائر من غير استحلال. نعم. ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان. ولا يكفرون. ولا يكفرون ولا بركوب معصية ولا عصيان. نعم. ولا نوجب لمحسنين. هذا يعني بيان مذهب السنة، لكن عبارة المؤلف ما هي دقيقة. ما هي دقيقة يعني. فهم يخرجون من الإيمان من ارتكب عملا ينافي أصل الإيمان، أو قال قولا ينافي أصل الإيمان. فالقول كسب الله ورسوله والاستهزاء بالله ورسوله، والعمل مثل السجود للأصنام والذبح لغير الله والنذر لغير الله والسحر ونحو ذلك، هذا شرك منافي لأصل الإيمان. نعم. ولا نوجب لمحسنهم الجنانة بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقطع أن الظاهر من أظهر لنا الخير أحسننا به الظن ورجونا له الخير، لكن لا نجزم لأننا لا ندري عن الباطل، فلا نجزم إلا بما جاءنا الخبر عنه من الله ورسوله. ما نجزم، فلا نشهد له الجنة. مرتكب الكبيرة التي لا تنافي الإيمان، أصل الإيمان، هذا نخاف عليه النار ولا نجزم بأن يدخل النار. من أهل وعيد تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لا يخلد في النار. إن أدخله الله النار لا يخلد فيه، لما معه من أصل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا نشهد على مسيئهم بالنار. نعم. والقرآن كلام الله عز وجل. بارك. سلام.